في هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الثاني والعشرون في المجموعة. الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان الثنايا من مسافة الأربعة كيلومترات في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الكبار انطلق بحفظ الله وسلامة الشوط الأول الرئيسي اللي في أول المراكز في هذه اللحظات. هذا عز الجيش للسيد محمد بن حمد المقلوم في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا الشقب للسيد منصور بن عبد الله العطية مع السيد أحمد بن راشد البدر في التضمير، أما اللي في ثالث المراكز في ثالث المراكز في هذه اللحظات هذا لطيف للسيد جمعة الكباشي مع لطيف في ثالث المراكز، رابع المراكز واصل سغال للسيد مسر بن محمد المحميد في هذه اللحظة في رابع المراكز، خامس المراكز هذا شلاع السيد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل عبد الملك مع شلاح في هذه اللحظات في خامس المراكز، لكن روح مع اللي في أول المراكز، هذا اللي في أول المراكز منذ الانطلاقة وحتى هذه اللحظات كما تشاهدونه. هذا هو أي الحفل الكريم اللي في أول المراكز هذا عز الجيش للسيد محمد بن حمد المقلوم في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز الشقب للسيد منصور بن عبد الله العطية مع سيد أحمد بن راشد البدر في التضمير، ولكن هذا هو عز الجيش في أول المراكز عز الجيش يدعو المكيد عز الجيش للسيد محمد بن حمد المقلوم في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا هو الشقب للسيد منصور بن عبد الله العطية في هذه اللحظات في ثاني المراكز، وركز يا البدر ركز الشوط الأول الرئيسي لفئة الثنايا القعدان، أما اللي في ثالث المراكز هذا هو لطيف للسيد جمعة الكباشي، ولكن روح مع اللي راح حتى هذه اللحظات عز الجيش للسيد محمد بن حمد المقلوم مع عز الجيش في أول المراكز، هذا هو عز الجيش في أول المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، أما اللي في ثاني المراكز الشقب للسيد منصور بن عبد الله العطية في ثاني المراكز، ولكن هذا عز الجيش حتى هذه اللحظات للسيد محمد بن حمد المقلوم في أول المراكز، هذا المقلوم مع عز الجيش في أول المراكز، والشوط الأول الرئيسي لفئة الثنايا في هذه اللحظات وهذه الأسماء وهذه الشعارات المقلوم في أول المراكز مع عز الجيش، أما اللي في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز هذا الشقب للسيد منصور بن عبد الله العطية في هذه اللحظات مع السيد أحمد بن راشد البدر في التضمير، ولكن عز الجيش هذا عز الجيش هي الحبل كريم مسيطر سيطرة تامة، عز الجيش انتزع المركز الأول كما تشاهدونه في هذه اللحظات، هذا عز الجيش انتزع المركز الأول هذا عز الجيش السيد محمد بن حمد المقلوم، أما اللي في ثاني المراكز وصل لطيف وصل جمع الكباشي في هذه اللحظات مع لطيف في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا الشقب للسيد منصور بن عبد الله العطية، ولكن عز الجيش حتى هذه اللحظات ولطيف واصل واصل جمع الكباشي لا محالة، واصل مع لطيف في هذه اللحظات في ثاني المراكز يحاول ان يتسلل لانتزاع المركز الاول، وعز الجيش حتى هذه اللحظات بدون اي اوامر تعود ملكيه عز الجيش للسيد محمد بن حمد المقلوم، هذا عز الجيش هذه اللحظات مسيطر سيطرة تامة في ثاني المراكز، هذا لطيف للسيد جمعة الكباشي في ثاني المراكز يحاول ان يتسلل لانتزاع المركز الأول، ولكن عز الجيش حتى هذه اللحظات في أول المراكز تعود ملكية عز الجيش لسيد محمد بن حمد المقلوم، ثاني المراكز لطيف لسيد جمعة الكباشي، ولكن عز الجيش مسيطر سيطرة تامة وانتزع المركز الأول بدون أي أوامر، قلت هانينا والناموس لمالك عز الجيش محمد بن حمد المقلوم في ثاني المراكز، هذا لطيف لسيد جمعة الكباشي في ثالث المراكز، أعتقد أن ذي لسيد مبارك بن محمد الدين التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 50 ثانية 60 جزء من السنة، تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.